بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع، معكم عبد المجيب من قناة عرب جنو لينكس. اليوم راح أكلمكم عن إيش معنى توزيع طويلة الدعم، توزيع قصيرة الدعم، إيش معنى توزيع طويلة قصيرة يعني طويلة، وإيش معنى قصدي مستقرة وغير مستقرة، إيش معنى توزيع اختبارية، وليش أبي أتكلم عن هذا الشيء؟ لأنه شفت مؤخرا في منتدى الدعم الفني تحديدا اللي إحنا سويناه علشان ندعم استخدام العرب اللي موجود تحت، ناس تسأل سؤال عن توزيع منتهي دعمه خلاص منتهي تمام، ويقول عنده مشكلة مع التوزيع هذه. لذلك حبيت أوضح لكم اليوم الفروقات ما بين توزيع طويلة الدعم وتوزيع قصيرة الدعم، وتوزيع المستقرة والتوزيع غير المستقرة، وتوزيع الاختبارية والتوزيع اللي مو باختبارية. طيب بسم الله. أول شيء، التوزيع طويلة الدعم عبارة عن توزيع مدته الزمنية الخاصة بالتحديثات طويلة تمام. مثال على هذا توزيعات دبيان ويزي الحالية، توزيعات مثلا أوبونتو 12.4، توزيعات مثلا لينكس من 13، هذه توزيعات دعمها حوالي 5 سنوات تمام. نهيك عنه في إضافات ثانية خاصة بالتحديثات الحماية، ولكن طبعا تحديثات الحماية تطول أكثر من 5 سنوات، لكن اللي يهمنا احنا التحديثات المستمرة تمام. التوزيعات هذه طبعا تحمل اسم اسمه LTS اللي هو Long Term Support تمام. Long Term Support يعني توزيع طويلة الدعم، تحصل دائما مع توزيعات زي الأبونتو مكتوب LTS تمام. هذا المصطلح معروف ما بين توزيعات جنو لينكس، انه LTS يعني طويلة الدعم، يوضح لك دائما مدة الدعم بالمعلومات بالموقع الخاص بالتوزيع. عندنا مثلا توزيعة روزا، مثلا توزيعة روزا في توزيعة روزا LTS وفي توزيعة روزا مو LTS تمام. طبعا ما قلت روزا ليش، عشان بقول لكم انه في توزيعات ثانية غير ديبيانية دعم طويل. فاليوم بعلمكم عن شغلة ثانية اللي في توزيعات انه تنتهي دعمه بسرعة. مثال على التوزيعات اللي تنزل بسرعة حقت الابونتو وما بوني عالية مثل لينكس مينت، هذه توزيعات زي مثلا لينكس مينت 15 16، لينكس مينت 14 تمام، لينكس مينت 12، في عندك ابونتو 12.10، ابونتو 13.4، ابونتو 13.10 تمام، وجاينا ابونتو 14.4. هذه التوزيعات توزيعات غير مستقرة، مدة الدعم الافتراضية أو مدة إصدار التوزيعة هي 6 شهور، يعني خلال 6 شهور راح ينزل لنا توزيعة جديدة تمام. هذا يعني أن أنت بعد 6 شهور مضطر أنك تحمل النظام من جديد تمام. إذا ما حملت النظام من جديد عندك مدة 3 شهور مدعومة التوزيع بعد انتهاء دعمه، يعني 9 شهور بتكون مع 6 شهور الخاصة بالإصدار تمام. خلال 9 شهور هذه فقط عمر التوزيعة، بعد العمر هذا خلاص ما بيجيك تحديثات، ما بيجيك شيء تمام. ليش؟ لأن التوزيع عبارة عن توزيع اختبارية، حاطينه عشان يختبرون الإصدار المستقر القادم للأبونتو. لذلك هم يحطون عندك توزيع غير مستقر غير مستقر غير مستقر، يجربون التحديثات. ليش؟ عشان أنت كمستخدم تفيدهم، تعطيهم اللي يسمى بالتغذية الرجعية اللي بالتوزيعات اسمها فيدباك تمام. فأنت لما يصير عندك خطأ معين ترسل لهم الخطأ هذا، أو النظام عندك يقول لك في خطأ أرسل الخطأ، تقول إيه أرسل الخطأ، علشان هم يكونون لك بالنهاية نظام مستقر تمام. أيهم أفضل، التوزيعة المستقرة طويلة الدعم أو التوزيعة قصيرة الدعم تمام؟ غالبا التوزيعة طويلة الدعم توزيعة مستقرة. إيش معنى توزيعة مستقرة؟ توزيعة مستقرة معناته أنه أخذت كم هائل من الوقت أنه يتم تجربة الحزم الموجودة به. كيف؟ لما ينزل إصدارات زي الأبونتو مثلا، أبونتو خلنا افترض إصدارات حقت 11 سنة 2011 كاملة كانت اختبارية التوزيعة، بحيث انه ينزل عندنا توزيعة زي 12.4 تكون مستقرة. فهم بالسنة هذه قاعدين يختبرون الحزم، هل هي مستقرة، فيها مشاكل الى اخره، ثم يعطونك توزيعة مستقرة. طيب انا محتار ايش اثبت، ايهم احسن؟ انا اقول لك ايهم احسن. الحين ما في ايهم احسن، في كل واحدة منهم فيها ميزات وكل واحدة فيهم سلبيات. شخصيا على كمبيوتر لابتوب مثلا، كمبيوتر خاص بالعمل، ما احب اني انزل توزيعه الا يكون عمره طويل. ليش؟ لان اللابتوب اذا يكون فيه اعمال وشغلات زي هذه، ما بي اذا اضطريت افتحه مره من الايام حصل يقول والله في تحديثات وما اقدر انزل التحديثات. ليش؟ لانه هذا كمبيوتر عمل، ما ابي اني يكون تحت خطر انه يوم من الايام ما اقدر اشغله او فيه مشكله. لذلك اذا كان عندك كمبيوتر ما تحب انك تجرب عليه، او ما تحب انك تنزل عليه زي ما تقول اشتراك يوم مرة ثاني، يعني كمبيوتر تبيه من الآخر مستقر ثابت، نزل عليه توزيعات مستقرة تمام. مثل الأبونتو 12.4، لينكس من 13، ديبيان ويزي، روزا LTS. علما بأنه في توزيعات ثانية أساسا ما تعترف بمصطلح طويلة الدعم تمام. في عندهم فترة زمنية معروفة اللي هي سنة، مثلا فيدورا كل سنة تنزل إصدارة، إذا نزلت إصدارة السنة اللي بعدها يحضرون الإصدار اسمه بيتا تمام. فعندهم اثنين، في بيتا اللي هي غير مستقرة أو تسمى تجريبية، وفي عندهم التوزيعة اللي هي انزلت حاليا تمام.
التوزيعات هذه غالبا مثل فدورا وغير، طبعا بتصير في مشكله الحين داري انا، لكن ما بتكون زي استقرار التوزيعات اللي تم اختبارها مثل الابونتو. فلما تنزل اخر اصداره من الفدورا غالبا مجتمع فدورا ما تعجبه، وانا شايف الشغله هذه منتديات فدورا مثلا، فيقولون آه في مشكله. ليش؟ لانه ما عندهم فكره انه عندي توزيعه طويله الدعم. تمام، قد يكون بحسب علمي ما ادري، ممكن يكون في فدورا طويله الدعم، لكن حسب علمي ما فيه انه توزيعات تنزل 13 14 15 16 الى اخره، عشان كذا بتكون عندك مشاكل. اما توزيعه الغير مستقره اللي هي دعمه قصير، هذه فيها ميزه انه دائما تحصل على تحديثات جديده، لذلك اذا كنت شخص تحب تكتشف او تحب تختبر او ما عندك مشكله انك تفرمت كل 6 شهور او كل 7 شهور، تمام، جرب التوزيعات هذه. ليش؟ بتحصل على اخر الاصدارات من البرامج زي متصفح على الانترنت، ليبرو اوفيس حق البرامج المكتبيه، الواجهه بتكون فيها تحديثات جديده، بتحصل فيه لمسات جديده، قد تكون في سرعه ولكن قد يكون في اخطاء. تمام، ليش؟ لان التوزيعه مهيب توزيعه طويله الدعم. اوكي، احنا عرفنا الحين الفرق بين هذه اللي هي طويله الدعم وقصيره الدعم. ايش معنى مستقر وايش معنى غير مستقر؟ تمام، نفس الفكره تماما. مستقر توزيعه حصلت فتره طويله من التحديثات الاختباريه، جالسين يختبرونه فتره طويله بحيث انها تكون مستقره. لما تنزل التوزيعه المستقره هذه يكون 90% او 99%، عشان اصير صادق معكم، البرامج اللي موجوده بالمستودعات تم اختبارها، واضح جدا. لذلك تنزل لك التوزيع مثل ديبيان ويزي، خلاص طب هذه البرامج تحصل على ديبيان ويزي لما تنزله مثلا. اوكي، او ديبيان المستقر، لانه بعد كم سنه الفيديو هذا بيكون انتهى، ما في اسم ويزي. تمام، بيكون في جاي اسم جديد. تمام، لكن لما تنزل توزيع مستقره زي هذه ما ينزل تحديثات البرامج الا نادر جدا جدا جدا. لذلك يستفيد من الشغل هذه الشخص اللي عنده ايضا انترنت ضعيف، يقول انا بنزل توزيعه بس ما بيحدثها، يعني كل شوي ينزل تحديث، ما بينزل لك بتوزيعات مستقره مثل هذه الا تحديثات امنيه فقط. تمام، ينزل تحديثات البرامج ولكن نادره، يعني ها فترات بعيده جدا. اوكي، في توزيعات ثانيه زي الارت سينكس اللي اكلمكم منها حاليا. التوزيعه هذه عباره عن توزيعه تسمى متدحرجه، رولينج ريليز، هذا اسمه بالانجليزي، تحصله بالمواقع اسمه رولينج ريليز. طبعا في جنتو مثلا، ايضا في توزيعات ثانيه نصف متدحرجه زي مثلا لينكس مينت المبنيه على ديبيان، ينزل لها تحديثات متواصله، فتكون زي ما تقول الغرض والفائده منها. طبعا لينكس مينت ديبيان خلونا نطلع شوي من المقارنه شوي، لكن زي الارش لينكس الغرض منها انه تنزلت ثبته مره واحده وخلاص، ما في اصدارات 1 2 3 4، لا بتنزل اخر اصدار نزل ثبته عندك الكمبيوتر، تسوي تحديثات دائم وخلاص. عيب التوزيعه هذه التحديثات الكثيره، يعني انا فكر اترك الارش لينكس كل يوم. ليش؟ لانه التحديثات تجي بعدين يحدث النواه، ابي اجرب النواه الجديده الا اعيد تشغيل، الحين اعيد تشغيل محبه انا، لذلك اعاده تشغيل قد تكون عندي مثلا كل اسبوع اعيد تشغيل الجهاز. تمام، اعرف انه موضوع اعيد تشغيل الجهاز كل اسبوع موضوع طبيعي وعادي، لكن ما احب اعيد تشغيله احيانا، مزاج. عيوب التوزيعه هذه واحده من عيوبها. العيوب الثانيه، برامج الموجوده غالبا ما اخذت حقها ترى من الفحص. تمام، يعني بيكون فيها مشاكل حتى لو كانت التوزيعات اللي تستخدم مثل ارش لينكس توزيعه في مستودع مستقر غير مستقر. المستقر هذا اسمه مستقر كمصطلح عند الارش لينكس، ولكن بشكل عام هو غير مستقر مقارنه بالديبيان مثلا. اوكي، طيب، طبعا صار لي الحين 8 دقائق و25 مدري 25 ثانيه اتكلم، ان شاء الله بختم الحين. في توزيعات ثانيه زي نصف المتدحرجه، نصف المتدحرجه هذه زي لينكس مينت ديبيان، بتجيك تنزله. طبعا الميزه باللينكس من ديبيان انه اسهل من التوزيعات المتدحرجه الثانيه، غالبا التوزيعات المتدحرجه صعبه. تمام، غالبا ليش؟ لانه تبي واحد شوي مزاجه رايق ويتابع التوزيعه، لكن هذه اسهل. ليش؟ لانه جايتك مسهله طريقه تثبيتها والى اخره، وتجيك تحديثات بين فتره والثانيه بسيطه جدا خاصه بتحديث التوزيعه. تمام، بصراحه تكلمت بسرعه لمده 9 دقائق، اتمنى انه اعطيتكم فكره كامله. خلاصة الحديث بالدقيقة الأخيرة هذه إنه التوزيعات أنواع كثيرة حسب الإصدار، في توزيعة مستقرة في توزيعة غير مستقرة. نفس الفكرة، توزيعة طويلة الدعم توزيعة قصيرة الدعم. طويلة الدعم توزيعة تأخذ فترة طويلة من الدعم، تحصل على تحديثات الفترة طويلة. قصيرة الدعم يتم إصدارها من تقريبا 6 شهور كماكسيمم، طبعا هذه على حسب فلسفة أبونتو إنه 6 شهور. أتكلم عن أبونتو لأن أشهر التوزيعات بدون مقارنه بالتوزيعات الثانيه. تمام، فبيكون الفتره هذه فتره اختبار. ايش اثبت؟ اثبت هذه ولا اثبت هذه؟ ثبت حسب مزاجك. اذا انت شخص عندك كمبيوتر ما تبي تفرمته وفي بيانات ومستندات حاب توصل له دائم، او بلا صح حسب على المستوى البعيد او على تقول على المدى البعيد، ثبت توزيعه مستقره وريح راسك من التحديثات والشغلات هذه. التوزيعات المستقره او اللي طويله الدعم برامج قديمه، ولكن بالمقابل بتحصل على انه البرامج تكون ثابته مستقره.
التوزيعات الثانية ممتازة، فيها حاجات سريعة وفيها حاجات حلوة وإضافات جديدة، ولكن الدعم بيكون قصير. نشوفكم إن شاء الله في درس قادم، مع السلامة.